مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، درس التراكيب من الوحدة الرابعة، الصفحتين 105 و106. إذن الدرس ديال اليوم هو حول البدل. أقرأ وألاحظ. ممثلنا في برلمان الطفل التلميذ عمر. أعجبتني المادة السادسة، اهتمامها بحق الطفل. نعم، إذن أحلل. إذن لاحظ أن كلمة عمر، إذن هذا كلمة عمر اللي عندنا في النص، يمكن أن تعوض كلمة التلميذ. التلميذ. يعني شنو معنى هذا الشيء؟ يعني أننا نقدر نقولوا ممثلنا في البرلمان، في برلمان الطفل عمر، عمر. نقدر نستغناو على التلميذ، صافي. إذن هنا هذا هو اللي بغوا يقولوا هنا، إذن كلمة التلميذ. التلميذ دون أن يتغير المعنى. المعنى. إذا المعنى غادي يبقى هو إلى احتفظنا، إلى احتفظنا بعمر وحيدنا كلمة التلميذ، التلميذ أي أن ممثلنا في البرلمان. في البرلمان هو عمر، فعمر هو المقصود في الحقيقة بالكلام، أي المقصود بالحكم. يعني هنا هاد كلمة التلميذ، يعني احنا دابا الهدف ديالنا هو عمر، كنتكلموا على عمر لأنه هو اللي معرفة، هو اللي على يعني كان. إذا هنا هو المقصود بطبيعة الحال، إذا يمكننا نستغناو على التلميذ ونحتفظوا بعمر. كما أن كلمة عمر تابعة لكلمة التلميذ في ماذا؟ في الإعراب، في الإعراب. إذا شوف فاش كنقولوا الإعراب، شنو كنقصدوا بالإعراب؟ بالرفع والجر والنصب. نعم، إذا القصد يعني في الرفع والجر النصب. والنصب. إذا ما دام عمر تلميذ مرفوعة، فعمر مرفوعة. إذا هذا الشيء شفناه في التوكيد وشفناه في النعت. إذا دائما هادو كيتبعوا، النعت يتبع المنعوت، التوكيد التوكيد يتبع يتبع المؤكد، المؤكد، والبدل يتبع المبدل منه. نعم، تأمل ما يلي: الخليفة عمر بن الخطاب مشهور بالعدل. بالعدل. إذا لعلك تستخلص أن البدل اسم مقصود بالكلام تابع في الإعراب لاسم قبله يسمى مبدلا منه. مبدلا منه. مبدلا منه، صافي. تأمل أنواع البدل من خلال الأمثلة. إذا عندنا الجملة، نستخرج البدل، ثم المبدل منه، ثم نوع البدل. والبدل عندنا على ثلاث أنواع. إذا ممثلنا التلميذ عمر، إذا شكون هو البدل؟ عمر. إذا عمر هو البدل. وشكون هو المبدل منه؟ التلميذ. التلميذ. إذا بدل، هذا بدل مطابق. إذا بدل مطابق، لأن التلميذ هو عمر، وعمر هو التلميذ. إذا هنا شنو كنقولوا؟ بدل مطابق. إذا هذا النوع الأول من البدل، يطابق. إذا البدل يطابق المبدل منه. أعجبتني المادة السادسة، اهتمامها، مش اهتمامها، هنا هذا مرفوع وهذا مرفوع. إذن علاش؟ لأن قلنا يتبعه في إعرابه اهتمامها. إذن شنو هو البدل؟ اهتمام. إذن كان عليك تلون غير اهتمامه، ولكن ماشي مشكل. اهتمام السادسة. إذن دونك المبدل منه ماشي السادسة، المادة. المادة. هنايا في الحقيقة خصنا، أنا حتى أنا هنايا كان عليا نتكلم على هذا الضمة، ما انتبهتش مزيان. نورمال حنا كنتكلموا على المادة، المادة اهتمام. أما هذا غير نعت ديال المادة، المادة السادسة، صافي، هذا نعت. ولكن علاش كنتكلموا حنا؟ المبدل منه هو المادة. إذا شنو غادي نقولوا؟ مادة. المادة.
إذن هذا البدل شنو كنقولوا عليه؟ بدلو اشتمال. اشتمال، علاش اشتمال؟ اشتمال لأنه يشتمل على قبيلة. شفنا المطابق، يعني البدل هو المبدل منه بحال بحال متساويين، ولكن هنا إن لأنه يشتمل على معنى في المبدل منه، يعني كي يأخذ من المبدل منه واحد المعنى، هذا هو المقصود بالاشتمال. يعني المبدل البدل يعني كاين في المبدل منه، ماشي كله ولكن كاين فيه واحد المعنى ولا واحد الصفة ولا واحد. إذا شنو كنقولوا؟ بدلو اشتمال. اشتمال، بدلو اشتمال. إذا نشوفوا المثال الثالث. أكلت التفاحة نصفها. نصفها، إذا نصفها هو البدل. بدل إذا نصفها هو البدل. نصفها وشنو هو المبدل منه؟ التفاحة. إذا التفاحة منصوبة ونصفها منصوبة. إذا التفاحة، واش هذا بدل اجتمال ولا مطابق؟ مطابق. لا، لو كان مطابقة تكون التفاحة كلها. إذا اجتمال ماشي معنى هذا. إذا هذا بعض جزء، شنو كنقولوا؟ بدلوا بعض من كل. بعض من كل، لأن البدل جزء من المبدل منه. لأن البدل جزء من المبدل منه. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية. الصفحة الموالية، إذا استنتج هنا عندنا قاعدة. إذا قاعدة غادي نملأ الفراغات فيها باش نزيدو نفهمو أكثر. إذا البدل اسم مقصود بالحكم تابع لاسم قبله في الإعراب. في الإعراب، يعني يسمى مبدلا منه. يسمى مبدلا منه، مبدلا، وهو ثلاثة أنواع. بدل، إذا بدل البدل المطابق، وعندنا بدل واخا نكملو، وهو الذي يكون مطابقا للمبدل منه. أي هو نفسه، يعني هو بدل اشتمال. بدل اشتمال، وهو الذي يوضح. إذا يوضح، وهو الذي يوضح المبدل منه. يوضح المبدل منه ويشتمل على معنى فيه. إذا البدل الثالث شنو هو؟ بدل بعض من كل. إذا بدل بعض من كل، وهو الذي يبين جزءا من المبدل منه. مبدل منه، جزءا من المبدل منه. يتبع البدل المبدل منه. إذن البدل دائما كيتبع المبدل منه في إعرابه. فاش كنقولوا الإعراب؟ في الرفع والنصب والجر. إذن يتبع البدل المبدل منه في الإعراب. إذن ننتقل إلى نطبق. إذن استعمل شفويا الكلمات التي توجد في الإطار بدلا في المكان الفارغ المناسب. إذا عندنا أربعة ديال الكلمات. عندنا ابن، بنو، نصفه، جدرانه، كرمه. إذا افتخرت بالعربي كرمهم. علاش؟ لأن هذا مجرور وهذا مبدل منه، وهذا سيكون بدل مجرور. هل هو اش من نوع البدل هذا؟ كرمهم بالعربي كرمهم اشتمال. لان باش كنعرفوا، اذا نوقفوا واحد الوقفه باش كنفرقوا بين المطابق بوحدو. علاش؟ لانه ما كيكونش فيه ضمير. ما كتكونش فيه داك هي ولا هيم. هذوك بجوج اللي كيبقاو ديال الاشتمال وديال من كل بعض. خصنا نشوفوا الا كان شي حاجه كتمثل بعض
شي جزء نعرفه بأنه بعد من كل، بعد من كل. إلا كان غير ذلك فهو اشتمال. صافي واضحة؟ إذن هكذا غنفرقوا. يلا هنا شنو غنكتبوا؟ كرمهم. إذا الشكل طال البيت جدرانه، جدرانه بعد من كل، بعد من كل، لأن يعني طلع غير جدران، ما طلعش شي حاجة أخرى، خلى شي حوايج أخرين. جدرانه شرب الحليب نصفه، نصفه، نعم. زارنا أحمد بن جارنا، بن جارنا. همزة الوصل. إذن هذه هي، إذن هذا ابن شنو يكون؟ ابن مطابق. إذن ننتقل إلى التمرين الموالي. عين البدل وصله بنوعه شفويا. إذن هنا عندنا بدل مطابق واشتمال وبعض من كل. إذن هنا خصنا نركزو مزيان. إذن فاز البطل القروج، شكون هو بعد البدل هنا؟ القروج، القروج. إذن هو البطل العالمي هشام القروج. إذن هذا البطل هو بطل، ولكن حنا كنقصدو بحال قبيلة عمرو. إذن حنا كنقصدو القروج. نقدر شنو نقولو؟ نقدر نقولو فاز القروج ونحذفو هذا البطل. صافي. إذن هذا أش من نوع من مطابق؟ نعم مطابق. إن قلنا فاش يكون مطابق ما كتكون عندنا لا ضمير ولا هم ولا هم ولا هو ولا حتى شي حاجة. يعني نام الليل جلاه، واش عندنا هنا جزء؟ واش هذا واش يمكن يكون مطابق؟ لا لا. إذن مادام ماشي مطابق يعني كيبقى شنو كيبقى؟ اشتمال، اشتمال ولا من بعد بعد من كل. واش يمكن يكون بعد من كل؟ لا. اذا ما يمكن جله. دابا حنا كنهضروا على جله. اذا هذا هذا غيكون اشتمال بالنسبه لنا، لان ما يمكنش يكون بعض، لانه هو اصلا كله، كل. واش غنقولوا؟ كل من كل. كسر الاناء غطاءه. اذا اما بعد واما اشتمال. اذا شنو غادي نقولوا؟ إذن بعد من كل، بعد من كل، يعني الإناء ما تهرسش كله، تهرس منه غير بعده. إذن بعد من كل. أطربني المغني إنشاده. اشتمال. نعم. إذن ما يمكنش هنا الإنشاد ماشي جزء من المغني. فهمتي؟ ما يمكنش يكون جزء، ماشي شي حاجة مادية. إذن معنى، إذن غادي نصنفوه في الاشتمال، ما يمكنش يكون مطابق. إذن هنا ما سطرناش على غطاء، وهنا عندنا إنشاد، وحيت هذا أطربني المغني، المغني. إذن هنا شو إنشاد؟ إذن شنو هذا؟ أطربني المغني إنشاده. إذن هنا اشتمال درناها. إذن الخليفة عثمان بن عفان ورع، مطابق. إذن عثمان الخليفة، ما فيش لها، عثمان بدل. إذن مطابق. صافي. ننتقل إلى التمرين الأخير. حلل الجملتين حسب المطلوب. أعجبني الصانع براعته. إذن البدل هنا شنو هي؟ براعته. براعة الصانع براعته. إذن براعته. المبدل منه الصانع. الصانع. نوع البدل اشتمال، اشتمال او لا بعض. اذا ما نقولوش بعض، اشتمال. زرت مراكش.
منارة. منارة. مراكش. منارة. مراكش. مراكش هي المبدل منه. إذن منارتها جزء بعد من كل. بعد من كل. إذن هنا بعد من كل. يعني عندنا مراكش فيها بزاف ديال 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 المآثر وبزاف ديال يعني الوجهات اللي نقدروا نزوروها. حنا زرنا غير المنارة، إذن كتبقى بعد من كل، ونكون قد انتهينا من هذا الدرس المتعلق بالبدل.